السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج الوطن ينتصر. ونحن دائما نسعى في هذا البرنامج أن نتطرق ونعرج على القضايا التي تهم المواطنين في كثير من المجالات والمستويات. الساحة الوطنية خلال الأيام المنصرمة شهدت العديد من الأحداث والمستجدات على كثير من النواحي والأطر. أبرز تلك المستجدات ما تشهده الساحة العسكرية والمعارك من انتصارات تتحقق في الحديدة، في تعز، في الدمت والضالع، وكذلك في صعدة وفي حجة، وبالإضافة إلى ما يتبادل بين وقت وآخر عن العملية التفاوضية التي سوف تكون في السويد بين الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين. التحسن الاقتصادي ربما كان متصدرا للمشهد الإعلامي، وانخفاض سعر الدولار والريال السعودي أمام العملة المحلية، لكن أبرز المحاور التي سوف نتطرق لها في حلقتنا لهذه الليلة هي التغييرات الحكومية التي أصدرها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي. ومن أبرز تلك التغييرات تعيين محافظ لمحافظة شبوة، وربما هذه النقطة التي سوف نعرج عليها. المحور الثاني محور عسكري ميداني، وهو الانتصارات الكبيرة التي حصلت خلال أمس واليوم في محافظة البيضاء. هناك انتصارات كبيرة وسقوط كبير وقتل كثير من الميليشيا الانقلابية في أكثر من 3 أو 4 جبهات، في تحرك مفاجئ يعني وخاطف لقوات المقاومة الشعبية والجيش الوطني والتحالف العربي في محافظة البيضاء. المحور الثالث وهو محور إنساني أخوي، 2100 طن من المشتقات النفطية تصل إلى محافظة المهرة، والحديث سيكون حول أحوال المهرة بشكل عام وأوضاع المهرة وبعد العاصفة المدارية لبان، وسيكون معنا مراسل قناة عدن الزميل والإعلامي المعروف وضاح الشليلي. هذه هي أبرز 3 محاور سوف نتحدث عنها في حلقتنا لهذه الليلة. وقبل البداية كما عودناكم نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله مشاهدينا الكرام. المحور الأول الذي سوف نتحدث معكم فيه هو التغييرات أو القرارات الجمهورية التي صدرت من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي بتعيين بعض الوزراء، وكذلك تعيين بعض الوزراء السابقين إلى أعضاء في مجلس الشورى. طبعا القرار كان نجيب منصور حميد العوج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد عبد الله العناني وزيرا للكهرباء، علي هيثم علي عبد الله وزيرا للعدل، وأنيس بحارثة مديرا لمكتب رئيس الجمهورية، وسالم صالح بن بريك نائب لوزير المالية، وعبد الله أحمد محمد هاجر نائبا لوزير الكهرباء، ومحمد صالح بن عداو محافظا لمحافظة شبوة. وهذه هي الفقرة التي أريد أن أتحدث عنها ربما بشكل أوسع في حلقتنا لهذه الليلة. هؤلاء وزراء جدد، ربما حقيقة كثيرا من كان يرى أن هذه التغييرات مفصلة تفصيل سليم ودقيق، وهي تغييرات في مكانها الصحيح وفي ربما وقتها. الوزراء السابقين أدوا ما عليهم، والآن في فرصة للوزراء الجدد ونتمنى التوفيق. الوزير علي هيثم الغريب يعني تتجلى صورة عدالة الزمن في تعيينه وزير العدل، والجميع يعرف معانا علي هيثم الغريب من سجون 2 أو 3 سنوات في سجون النظام السابق، نظام الرئيس علي عبد الله الصالح. وكان علي هيثم الغريب عندما يتم الإفراج عنه لا يتعصب ولا يذهب إلى قبيله وإلى قوه، يعود إلى القلم ويعود إلى الكلمة. وعانى كثيرا اعتقالات، إخفاء قسري تحت الأرض 6 شهور، وبالتالي هذا الرجل الذي عانى هذه المعاناة كلها اليوم يصبح وزيرا للعدل. التغيير الثاني
والمهم طبعا وزير الكهرباء ربما وزارة الكهرباء كانت في هناك اخفاقات كبيرة حقيقة، وانا اوجه التحية للوزير السابق عندما نتحدث هكذا وكل الاحترام والتقدير عمل اللي عليه، لكن قطاع الكهرباء كان قطاع فاشل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وهذا ربما لا يتحمله الوزير لحاله، تتحمل الدولة كلها بشكل كبير وحتى كانت في مساندة من دول التحالف، لكن ملف الكهرباء ملف كله فشل في فشل منذ تعيين الوزير السابق، والان في وزير جديد وهو ابن مؤسسة الكهرباء محمد العناني في كهرباء عدن الموجود، نتمنى له التوفيق. تعيين محافظ محافظة تشبوة، واليوم يعني ستكون معنا اتصالين، سيكون معنا ان شاء الله عصام الوحدي وهو رئيس المجلس الاهلي، وسيكون معنا الاستاذ عبد الله باقادر وهو مستشار محافظ محافظة تشبوة. احيانا بالنسبة للمحافظين الواحد يتساءل كيف تتم عملية اختيار المحافظ، يعني نفاجأ بانه فلان من الناس نزل عليه الرضا من رب العالمين واصبح محافظ، وبين فترة وأخرى نزل عليه الغضب وأصبح يعني غد يعني تم تغييره، وكيف يتم قياس المحافظين؟ ربما المناطق تختلف من منطقة إلى منطقة، ما في شك من محافظة إلى محافظة في اختلاف، في بعض المحافظات فيها تعقيدات، لكن مثلا محافظة شبوة منطقة نفطية، كم إيرادات اللي تجيك من الشركات، كم إيرادات من الضرائب، كم إيرادات من الموانئ، كم الإيرادات من النقل، عندك خط بحري، كم إيرادات من القات، كم إيرادات من الأسواق، كم إيرادات، يعني مبالغ باهظة وهائلة. في الأحرى بشبوة أن تكون أفضل من هذا الحال الذي هي فيه. أنا أوجه التحية وتقدير واحترام للمحافظ السابق علي بن رشيد الحارثي على ما قدمه من جهد لمحافظة شبوة، لكن الآن في تحديات كبيرة تقع أمام المحافظ الجديد محمد صالح بن عديهو، ونحن هذه المرة نريد أن يكون في هناك حاجة ملموسة في شبوة. حقيقة في مجموعة كبيرة من المحافظين نجحوا، كانت التغييرات ناجحة في لحج مثلا أحمد التركي، في أبين أبو بكر حسين سالم، في حضرموت، في سقطرة، الحين أحمد سالمين في عدن ابن عدن. التغييرات الثانية ربما بتعز في شوية مشاكل ما زال جزء منها بدون تحرير، وكذلك الحديدة في مشاكل، لكن في أمور طيبة. شبوة محافظة محررة من بدري، لما تروح انت تشوف الاعتق تقول احنا وين، يعني هذه محافظة نفطية فيها هذا الكم الهائل من النفط، يعني فيها شركات نفطية وفيها وما فيها مشاريع، محتاجة الى كهرباء، محتاجة الى مياه، محتاجة الى طرقات، محتاجة الى امن، محتاجة الى جامعات، مفروض هذه المنطقة تكون فيها اقل شيء 2-3 جامعات، 4 جامعات، منطقة نفطية. طيب الحديث اكثر حول تغيير محافظ محافظة شبوة يكون معنا المستشار عبد الله باقادر وهو مستشار محافظة شبوة. مرحبا بك سعادة المستشار، مساء الخير. حياك الله، مساك الله بالخير، شكرا للاستاذ. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الله باقادر، تغيير محافظ جديد محمد صالح بن عديو بدلا عن المحافظ السابق علي بن راشد الحارثي، نوجه التحيه للسابق واللاحق، وبرايك انت كواحد من ابناء محافظة شبوة ابرز التحديات التي تقع امام المحافظ الجديد؟ أولا مساكم الله بالخير مرة أخرى، وبالنسبة لمحافظة شبوة متراكمة من عام 90 إلى يومنا هذا، وفي ظل الحرب الطاحنة المستمرة اللي لها أكثر من 4 سنوات حاليا، محافظة شبوة صراحة لا توجد فيها مشاريع ولا تنمية نهائيا مشلولة فيها التنمية، وأولها الكهرباء، وأولها مشروع الكهرباء سيدي الكريم، والأمن، الأمن بدأ يكتسب عندنا الآن بنسبة 80-70% الحمد لله في المحافظة، ولكن نطلب جهود الأخ المحافظ ونقول له أولا مبروك للأخ محمد صالح بن عديو، مبروك له على تعيينه محافظ محافظة شبوة وهو من أبناء محافظة شبوة، ومبروك للأخ علي بن راشد الحارثي المحافظ السابق على المجلس الشورى، ونقول لهم نقول للأخ المحافظ محمد صالح بن عديو محافظ محافظة شبوة أحللت أهلا وسهلا بك، ومحافظة شبوة مطلوب منك متابعة كهرباء المواطنين وتوحيد الأمن والاستقرار، توحيد الأمن، ما فيش حاجة اسمها قيادة على قيادة، توحيد الأمن كامل، وزارة الداخلية تكون وزارة الداخلية في محافظة شبوة. كيف يعني توحيد الأمن؟ كم عندكم مؤسسات أمنية في شبوة؟ كم؟ يعني عندنا النخبة الشبوانية وعندنا الأمن العام بقيادة الأخ دحبول، مدير أمن شبوة الدحبول عوض مسعود دحبول، اللواء العميد عوض مسعود دحبول، ممتاز ولا لا؟ طيب. فلهذا احنا نريد قيادة واحدة موحدة. هذه طيب طموحات، هذه طموحات، لكن هل هناك في صعوبات ممكن تواجه المحافظ؟ هل في صعوبات تتوقع انها تحل دون الوصول الى هذا تحقيق هذه الاولويات اللي انت تتحدث عنها؟ انا اتوقع انها تكون صعوبات هذه، لكن لابد انها تكون بسلاسة زي ما سلم الاخ المحافظ اليوم، الاخ المحافظ الخلف
استلم اليوم من من الحارثي. نعم استلم اليوم الاخ محمد صالح من الاخ المحافظ السابق علي اللواء علي سعاده اللواء علي بن راشد، استلم منها اليوم ديوان المحافظه والاداره كامل ومن والاه وسلموا بسلاسه والحمد لله وبدون اي معوقات. ونشكر الاخ المحافظ، وهذا كل هذا الحياه كذا. طيب سؤالي الاخير لك، هل هناك كم هل في ايرادات مثلا تغطي طموح ابناء شبوه؟ يعني هل هناك شبوه منطقه نفطيه واخذ دولي، بحر، مطارات، موانئ، ايرادات، نفط، سمك، ميناء بلحاف، غاز، بترول، هل هذه الايرادات وهذه الثروات تتناسب مع ما هو موجود في شبوه من تنميه ومن بنيه؟ نعم يا سيدي الكريم، عندنا ايرادات من جميع الموارد، من الموارد البحريه الحمد لله، ومن الموارد النفطيه، ومن موارد الغاز، ومن موارد العقارة الدوله، ومن موارد كثيره، والحمد لله اذا في قياده مخلصه لله ثم لوطنها عندنا ايرادات كثيره وكثيره وتكفي شبوه. وعندنا طريق العبر شبوه نريد اصلاحه، وعندنا طريق الغيله الى العرم حقه القموش نفسها اللي هي من 100 سنه مهجوره معروف واكثر. تمام ولا لا؟ شكرا. وعندنا طرقات بحاجه كثيره وربط الكهرباء. خلاص انت اختصرت واجت يعني وصلت الفكره بشكل كامل. الاستاذ عبد الله باقدر مستشار محافظه شبوه، شكرا جزيلا لك. طيب الحديث عن حاجات الناس كثير، يعني ربما هذه رؤوس أقلام اللي تحدث عنها الأستاذ عبد الله باقادر، كهرباء، طرقات، أمن، لكن الناس تبقى قضاء، تبقى نيابة، تبقى مجتمع مدني، تبقى مدارس، تبقى كليات، تبقى بعثات، تبقى صيانة للمحافظة، تأهيل أبناء المحافظة. يعني هذه المحافظة التي بحر من نفط في شبوة، المظاهر المسلحة والمظاهر القبلية، إنصاف بعض المديريات التي هي مهمشة من فترات طويلة في محافظة شبوة، وبالتالي لابد المسألة تكون يعني كاملة، يعني يكون في عقلية جديدة. نحن نبقى محافظ في شبوة يكون في عقلية. أنا حقيقة كنت أجدلها كذا كلمة في بعض البرامج عندما نصلى عند شبوة، ولكن هك كنت أتكلم بحذر على أساس أنه شبوة الأمور طيبة ولكن يحتاج لها بعض الشوية هكذا، يعني نخليها للتاريخ. هل التغيير جاء في وقته متأخر متقدم؟ يعني نخليها للأهل الشأن والأبناء المحافظة. يكون معنا الأستاذ والمستشار عصام الواحدي، رئيس المجلس الأهلي لقبائل أو الأبناء ومنطقة الواحدي. مرحبا بك أستاذ عصام الواحدي، مساء الخير. هلا، مساء النور سباسان. اليوم محافظ جديد في محافظة شبوة، هل كان التغيير ضروري سعادة المستشار؟ والله كان التغيير أكثر من ضروري طبعا، خاصة أن احنا كنا يعني متخوفين التغيير حيكون على أي اتجاه بالضبط. يعني الحمد لله أنه وقع الاختيار على شخص مثل الأستاذ محمد صالح بن عديو، رجل معروف عند الجميع بكفاءته وبنزاهته وبإخلاصه لمحافظته في المقام الأول. تمام. فأنا يعني أولا أحب أن أهني الأخ العزيز محافظ محافظة شبوة الأستاذ محمد صالح بن عديو على نيله ثقة فخامة الرئيس، والحمد لله يعني الآن نقدر نقول أن شبوة تضع رجلها في الخطوة الأولى للتصحيح بإذن الله. طيب سعادة المستشار، أنت قد تكلم هكذا من التخوف من تروح التعيينات يسارا أو يمينا، يعني أنا أريد أن أسألك سؤال بريء، هل هناك في معايير معينة لاختيار محافظ شبوة مثلا، في مواصفات معينة أو تتوفر عناصر معينة؟ ربما في شبوة يعني البيئة مختلفة، لازم يكون المحافظ بهذا الشكل أو بهذه الطريقة؟ والله كانت الاختيارات السابقة يعني يمكن لو نعدد اختيارات محافظة شبوة بالذات كانت في الأغلب اختيارات يعني للأسف الشديد غير موفقة. يعني كانت تأخذ بعين الاعتبار بعض زي ما تقول كسب ود بعض الشخصيات، أو يعني ما كانت اختيار للكفاءة. احنا ما عندنا فرق مين اللي حيكون محافظ للمحافظة، أهم شيء الكفاءة. جميل. لأن احنا تعبنا، احنا أكثر من فوق 40 سنة وإحنا يعني جالسين ننحدر إلى الأسفل بدل ما نتقدم إحنا كمحافظة نفطية.
طيب الأولويات اللي يعني تريدونها في شبوة، يعني ما لم يتمكن الحارثي من تحقيقه، ما هل كيف ما الذي تريد أن يحققه محمد صالح بن عديو؟ إيش طلباتكم؟ طبعا شوف أو الحاجات نقول الطلبات، يعني نحن ربما الوضع التعبير طلبات، نقول الحاجات الضرورية في شبوة كمرحلة أولى. هو طبعا قدامه تحديات صعبة جدا، وإحنا إن شاء الله كلنا ثقنا على قدها. عندك التحدي الأول مكافحة الفساد اللي استشرى في جميع مفاصل المحافظة. من أي نوع الفساد؟ فساد إداري، فساد مالي، يعني تقدر تقول فساد احنا ما شفنا مثيله على مستوى العالم ككل. يعني في فساد رهيب عندنا موجود في المحافظة، وإن شاء الله أن تكون الخطوة الأولى مكافحة الفساد هذا على أساس أن احنا نرتقي بخدمات المحافظة. يعني لانه لو الفساد موجود مهما كانت الامكانيات والموارد بتروح كلها في سكك الفساد. اي طبعا. وهو انا يعني اليوم كان في لقاء مع الاخ المحافظ، التقى بابناء المحافظه، وكان من اول اولوياته مكافحه الفساد، وهذا شيء ممتاز جدا. اذا كوفح الفساد في شبوه صدقني شبوه بتكون مثال لجميع المحافظات. طيب انا بسالك سؤال الاخير، بتشوف انت محمد صالح بن عديو بيقدر يواجه الفساد مثلا؟ ايوه باذن الله تعالى. محمد صالح بن عديو كان من قبل حتى ما يتولى المحافظه وهو رجل يعني يعمل بكل جهوده من أجل تحسين الخدمات، مع أنه كان يلقى حرب شديدة من بعض من بعض التيارات هناك في المحافظة، كانت تشن ضد حرب وحتى الإعلام لم ينصفه. أي طبعا. طيب هو قدامه حرب شديدة. أنا بس أحب أوجه رسالتين إذا ممكن. تفضل تفضل. رسالتي الأولى إلى المحافظ، يعني أنا أطلب منه أنه يعمل بكل قوة وحزم ويكون على ثقة ويقين أن احنا كلنا واجبين معه بكل ما وتينا من قوة، احنا وكل الشرفاء من أبناء المحافظة. والرسالة الثانية لأبناء المحافظة، لازم الكل يلتف حول هذا الرجل، لأن التفافنا حوله ودعمنا له في مشاريع اللي بيقدمها بإذن الله يعني تنتقل محافظتنا إلى مصاف المحافظة، يعني إلى إلى موقعها الرئيسي كمحافظة نفطية وغازية. طيب شكرا جزيلا لك الأستاذ عصام الواحدي والمستشار عصام الواحدي رئيس المجلس الأهلي لأبناء مناطق الواحدي، شكرا جزيلا لك. يعني الرسالة كانت واضحة من ساعة المستشار عصام الواحدي للمحافظ أنه اضرب عصام من حديد، وأبناء شبوه معك يا محافظ محافظة شبوه، أبناء محافظة شبوه كان رسالة لكم أن تلتفوا حول المحافظ. لكن في عندنا نماذج لبعض المحافظين الناجحين، والتي اكتشفنا أن هؤلاء المحافظين نجحوا بسبب أنهم ليسوا مرتبطين بمصالح ولا بلوبيات، لا من يسار ولا من يمين ولا من شرق ولا من غرب ولا من تحت ولا من فوق. إذا المسؤول أو المحافظ ما له أي ارتباطات ببؤر الفساد، لا بعمولات ولا بصفقات تجارية ولا بسمسرة أراضي ولا باستيراد وتصدير ولا بعمولة نفط ولا بتوظيف ولا بمصالح مختلفة، بيقدر يوقف الفاسدين. لكن إذا المحافظ مثلا متورط في بعض المشاكل وفي بعض الملفات بيكون ركيك، بيكون ضعيف، بتجي تتكلم بيقول لك يا أخي ده عندي أوراق ضعف عليه كثير ما يقدر يتصرف، ايش ما يسوي، معروف تاريخه أو معروف أسلوبه. مش بس على المحافظين، أي مسؤول بأي جهة، مسؤولية اجتماعية، مسؤولية سياسية، مسؤولية تعليمية، مسؤولية أي مسؤول في عنده خلل يعني سلوك إداري معين ما يقدر يضغط على الفاسدين، على ما يقدر يعالج الجوانب السلبية، لأنه هو في عنده إشكالية سلبية في هذا الموضوع. لذلك نحن نعول على بن عديو كثيرا. نحن تأخرنا كثير بالحديث عن شبوة وكنا متوقعين التغيير هذا، أجا التغيير محمد صالح بن عديو ولا بنستبق الأحداث. أحد الأخوة في الواتساب يعني راسلني على أساس أنه هذا وهذا وهذا ويقعد يهاجم الأستاذ محمد صالح بن عديو، قلنا له لحظة، قال أمس بنفس اليوم اللي صدر فيه القرار، يعني القرار لسه قبل ساعة، قد احنا نهاجم الرجال، اشتغل يا بن عديو والناس كلها معك وشبوة أمانة في عنقك. بالله يا جماعة، منطقة نفطية ما عندهم كهرباء، ما عندهم مستشفى، يعني اجتاحهم حمى الضنك، أشكالية كبيرة، وبالتالي لابد أن تكون في هناك التفاتة لهذه المحافظة. تريدون أن يكون في هدوء بمحافظة شبوة؟ هما قبل كذا يوم خرجوا بمظاهرة يشتوا، تريدون الهدوء؟ أعطوهم مشاريع،
اعطوهم حصتهم من النفط ال 20% او مثل ما تعطون حضرموت، اعطوهم حصتهم خلوهم يبنون محافظتهم، وبات تهدى الامور وبات تنشا شبوه. يجب ان ننظر الى الوطن كما قال فخامة الرئيس، انتم في مقلتي، يعني انه كله الوطن سواد العين من اقصاه الى اقصاه، مش منطقه يعني حريصين ونحاسب الفاسدين ونعمر ونصلح، ومنطقه الحبل على الغارب. اهتموا بشبوه، شبوه الرجال، شبوه النضال، شبوه الدم، شبوه الفداء، شبوه السلم، شبوه العلم، شبوه الحضاره، شبوه الثروه، شبوه الموقف. عندك مفرح بحيبه 4 شهداء من اولاده. طيب لما تروح لمدينه مفرح بحيبه والاولاد يدرسوا فوق الكراتين، ما فيش معهم طبشور ولا معهم سبوره. هذا المحور تحدثنا فيه بما فيه الكفاية، وأتمنى التوفيق للجميع. نذهب نحن إياكم إلى فاصل قصير ثم نعود. حياكم الله مشاهدي الكرام، سوف نتحدث في هذه الفقرة عن الانتصارات التي يحققها أبطال محافظة البيضاء. البيضاء اليوم غير، البيضاء اليوم تدق الأرض، البيضاء اليوم تزلزل الأرض تحت أقدام الميليشيا الانقلابية، البيضاء اليوم تقول كما يقول محمد العرب: نحن هنا أين أنتم. انتصارات في كل الجبهات في كل المحاور، تقدم أكثر من 30 إلى 40 عنصر من عناصر الميليشيا الانقلابية يقعون قتلى على أيدي الأبطال من أبناء المقاومة والجيش الوطني في محافظة البيضاء. وكذلك كان في تدخل لطيران التحالف العربي، وكانت هناك في غارات شنها طيران التحالف العربي على التعزيزات القادمة إلى البيضاء وعلى بعض المناطق التي فيها اشتباكات كبيرة. كان التقدم من 3 محاور أو من 3 اتجاهات أو في 3 جبهات. كانت هناك محور بيحان والذي يقوده البطل مفرح بحيبح، التقدم إلى فضحة وإلى الملاجم، وكان هناك في اشتباكات وانتصارات في قانية وكما يقولون اصحاب البيضاء قانية أو قانية، وكذلك في تقدم وفي انتصارات في ناطع. وبهذه الطريقة تتحرك ناس، كانوا كثير يتكلمون يقولون في قانية هناك أسئلة محيرة، أنه النقطة حق الشرعية هنا وعلى بعد 100 متر النقطة حق الحوثيين. المسألة مش مسألة وين النقطة وين ده، أنت تشوف إلى مسرح العمل العسكري بشكل كامل. يعني جاءت القوات من داخل عسيلان وطلعت عقبة القندع، والآن المواجهات يعني نص البيضاء الحين محرر، وقادمين الآن في قانية وقادمين في ناطة وفي محور بيحان فضحة والملاجم، والبيضاء كلها تنتفض. تقدم في منطقة الكبار، تقدم في مثل ما تحدثنا نحو الملاجم وفضحة، السيطرة على عدد من التباب والتلال، وطيران التحالف شن عدد من الغارات على ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة البيضاء. البيضاء، وأنا دائما أقول وكثيرا ممن نقرأ ونتابع سواء من أبناء البيضاء أو ممن يكتبون عن الأحداث في اليمن عن التاريخ وعن الحاضر، البيضاء تربة تنبت الأحرار وتنبت الثوار. البيضاء بيئة طاردة للميليشيا الانقلابية وبيئة طاردة للكهنوت، ولا يمكن أن تقبل. في البيضاء قبائل، وفي البيضاء مشايخ، وفي البيضاء هامات، وفي البيضاء رجال، وفي البيضاء مقاتلين، وفيها أحرار. في الفترة السابقة كانت الناس منتظرة أن تتكون كل العناصر وكل الإمكانيات. حصل على فكرة كثير من التغييرات في محافظة البيضاء، المحافظ الأول، المحافظ الثاني، المحافظ الثالث، هناك في مجلس مقاومة، هناك في ألوية، ألوية كانت في مأرب، ذهبت ألوية إلى داخل البيضاء، فتحوا معسكرات، مجالس مقاومة تكونت، مجلس في آل حميقان، مجلس في آل عمر، مجلس مقاومة في قانية، وكانت مقاومة كبيرة في قيفة وفي خبزة. المحافظة هذه ترتبط بسبع أو ثمان محافظات من مناطق مختلفة، ترتبط في مأرب، ترتبط في دمار، ترتبط في الضالع، ترتبط في يافع، ترتبط في شبوة، ترتبط في كثير من المناطق والمحافظات. وبالتالي مهم جدا، هم يسمونها الثقب الأسود،
وحاولوا أن يمارسون بعض تصرفات الترهيب في محافظة البيضاء، وأنتم شفتم الحادثة المعيبة والمشينة التي نفذتها الميليشيا الانقلابية بحق المشايخ الأربعة من آل عمر، وهم يعني كانوا آمنين ذهبوا على أساس يحلون بعض المشاكل مع الميليشيا الانقلابية، فلما وقفوا للصلاة فإذا بالميليشيا الانقلابية تطلق الرصاص على الأربعة المشايخ وتلقيهم قتلى. طيب، للحديث أكثر حول الانتصارات في محافظة البيضاء يكون معنا الإعلامي والقائد والمقاوم عامر الحميقاني. مرحبا بك أستاذ عامر، مساء الخير. حياك الله أخي. أهلا بك أستاذ عامر، اليوم البيضاء بوجه مختلف، ضعنا بصورة الأحداث. طبعا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. محافظة البيضاء كما تكرمت وذكرت سابقا حققت الكثير من الانتصارات، وقد تعتبر محافظة البيضاء من أولى المحافظات التي وقفت في وجه الميليشيات الحوثية وكبدتها خسائر هذه حال. طبعا محافظة البيضاء وقفت في وجه الميليشيات الحوثية منذ أن سيطرت على صنعاء قبل وجود عاصفة الحزم، واستطاع أبناء البيضاء أن يلقن الميليشيات الحوثية الكثير من الدروس، واستطاع أن يخسرهم الكثير من العتاد والأرواح من في صفوف الميليشيات الحوثية. طبعا تحركت محافظة البيضاء في هذا اليومين الماضية وحققت انتصارات كبيرة، منها انتصارات في على محورين، محور بيحان الأول والذي يقود بقيادة اللواء مفرع بحيبح، ومحور البيضاء أيضا وكذلك باتجاه جبهة قانيه باتجاه الوهبية، وكذلك استطاع أبطال المقاومة والجيش الوطني في هذه الجبتين تحقيق انتصارات كبيرة واستعادة مواقع كثيرة في هذه المحورين. استطاع أبطال الجيش الوطني في محور بيحان من الوصول إلى مشارف مديرية الملاجم، والهدف هو الوصول إلى مفرق عفار الذي يعتبر الرابط بين محافظة البيضاء ومارب وبين محافظة البيضاء وذمار وصنعاء. هذا هو الهدف الذي تسعى إليه أبطال المقاومة. أيضا كذلك عبر جبهة قانيه استطاع الجيش الوطني بالتقدم وتحرير عدة من المواقع، والمبتغى هو تحرير ما تبقى من قانيه، ثم الوصول إلى منطقة الوهبيه والوصول إلى مديرية السواديه. أيضا هذه الجبهة حققت انتصارات كبيرة وتقدم الجيش الوطني واستعادة مواقع مهمة. أبطال الجيش الوطني من اتجاه قانيه هم الآن على مشارف منطقة الوهبيه، وبعد أن يتم السيطرة على الوهبيه وتصفيتها تعتبر أبطال الجيش وصلوا إلى مديرية السواديه، وهي من المديريات التي تعتبر من المديريات المهمة التي يتم قطع الإمدادات للميليشيا الحوثية، وأيضا تعتبر من المديريات التي يتم تغذية السواديه. ترتبط بذمار السواديه، ترتبط بذمار أو بأي محافظة؟ نعم، السوادي هي ترتبط بذمار وبردع، أيضا هي تعتبر السوادي خط صنعاء، يعتبر هذا خط صنعاء. طبعا هو خط صنعاء العام، الرابط بين صنعاء والبيضاء عبر ذمار. السوادي هي تعتبر الرابط بين البيضاء وذمار. طيب، في الحقيقة نحن نتابع كل الجبهات الذي في مسرح العمل العسكري في اليمن، لكن وجدنا أنه البيضاء في هذه الفترة الأخيرة في عمل مختلف، في تفوق، في تقدم، في تضحية، في انتصارات، في معنوية، في كسر، في نوع من يعني الضغط بشكل قوي وتحقيق انتصارات على الميليشيا الانقلابية. وبالتالي ما الذي حدث؟ هل انتفضت القبائل؟ هل رتبت المقاومة نفسها؟ هل وصلكم دعم؟ يعني ما الذي تغير في عملكم؟ بالنسبة أنت كما تعلم محافظة البيضاء هي قامت من بدايتها كمقاومة الشعبية، كما قامت المقاومات الشعبية في جميع المناطق كعدن وغيرها ولحج وأبين وكثير من المناطق التي قامت بمقاومة الشعبية من أبناء الحارات وأبناء المناطق. طبعا عندنا قامت مقاومة الشعبية في بداية الأمر، ولا زلنا في بعض الجبهات إلى يومنا هذا مقاومة الشعبية كجبهة قيفة وجبهة ذي ناعم وجبهة الحميقان وجبهة الصومعة. لكن بالنسبة لما يخص التحرك الذي حصل في هذه الفترة عبر محور بيحان ومحور بيضاء، هو الاعتراف الرسمي من قبل التحالف بهذه الجبهتين وهذه المقاومة، وتزويد هذه الجبهات بألوية من الجيش الوطني ويقودها قادة ميدانيين من الجيش الوطني ومقدمتهم اللواء مفرح بعيبح ومحافظ المحافظة وقايد المحور، وأيضا قالت ألوية 117 واللواء 26 ميكا وكثير من ألوية
تقاتل هو الاعتراف الرسمي بوجود الألوية طيب. التي تقاتل طيب. وتواجد مندوبين للتحالف العربي في في هذه الجبهات ويتم القتال بدعم بغطاء وأسناد من الطيران التحالف العربي طيب. ووجود أيضا التحالف على الأرض. طيب أنت ذكرت لي أنه قيفة وذي ناعم وآل حميقان التحالف أنت تكلمت كذا يعني لم يعترف في هذه الجبهات وبالتالي هنا يعني في علامة استفهام لماذا لا يعترف التحالف بهذه الجبهات؟ هو بالأصح ليس اعتراف أو قصدك أنه لم يسجلوا إلى الآن ضمن الجيش الوطني؟ لم يصل الدعم اللازم إلى إذا هذه الجبهات وصل دعم ولكن دعم ضئيل وهي عدد من الشاصات عيرها ناريه لم يتم دعم بعيرها ناريه لم يتم دعم بالذخيرة شاصات بدون سلاح تم انضمام شاصات بدون سلاح وش نسوي فيها نحمل فيها ماء يعني شاصات بدون سلاح بدون معدلات أنا أتكلم بكل صراحة لم يتم دعم جبهة آل حميقان أو جبهة ذي نعم أو جبهة قيفة أو جبهة صومعة إلا بعدد من الشاصات غير هذا لم يصل من التحالف العربي إلا عدد شاصات غير هذا لم يصل ذخيرة أو ولم يصل أي دعم من اللازم الذي هو لقتال المجهد العودية طيب. شكرا لك يتم إيصال دعم من قليل من الدعم عبر ألوية أو عبر بطريق خاصة من مأرب أنما دعم رسمي لم يصل إلى هذه اللحظة طيب شكرا لك لكن تم دمج بالنسبة لهذه الجبهات يوجد تم دمج بعض أفراد المقاومة إلى الألوية ولكن دمج إلى الآن لم يتم تسليم رواتب لهم عدا شهرين وثلاثة أشهر غيرها إلى حد الآن تم توقيف الرواتب لا نعلم ما السبب ولا نعلم ماذا حصل طيب بكلمه أتذهب إلى أمارب يقول أنتم ضمن الجيش الوطني وتروح إلى وزارة الدفاع وهيئة الأركان والبشرية يقول لكم لم توجد أسماء لهذه الكتائب التي تخص هذه الجبهات من كورة طيب شكرا لك الأخ والزميل والمقاوم والإعلامي عامر الحميقاني شكرا جزيلا لك طيب نتمنى أن يتم الالتفات إلى موضوع المقاومة هذه اللي هي لسه لم يعني يتم دعمها من الحكومة الشرعية لأنه بقائهم بهذا الشكل دون أن يلتفت إليهم أو يتم تأهيلهم وتأطيرهم يعني باللهجة البلدي مش مليح يعني بين فين بيتجهون معك مقاومة في قيفة ومقاومة في ذي نعم ومقاومة في آل حميقان يعني أنت بتتركهم هكذا من دون تأطير عسكري يعني وكأنك تدفع فيهم إلى أن يتجهوا أو يفتحوا على منافذ أخرى وبالتالي لابد من احتواء الموقف وتسجيلهم ومدهم في الدعم يعني تود رسلتوا لهم يعني سيارات فاضية ايش يستفيدوا منها لازم سيارة ولها مقومات الطقم متكامل كما يقولوا عندنا في المصطلحات العسكرية اليمنية الطقم متكامل اما عليه معدل ما عليه دشكا ما عليه 23 لازم يكون في حاجة فوق الطقم أما أنك تعطيه طقم فاضي يعني إيش يسوي فيه يوزع فيه ماء أو ولا يحمل فيه أشجار ولا للجرحى لذلك لابد الالتفات إلى هذا الموضوع مع أنه الدعم قد هو كبير من التحالف العربي وآل حميقان وقيفة وذي نعم هم من المقاومة اللي بدأت زي مثل ما تحدث عامر الحميقاني قبل ما تنطلق عاصفة الحزم وكان هناك في مقاومة في كل هذه المناطق البيضاء مثل ما تحدثنا منطقة شرسة وقوية وصلوا لهم الدعم وبيكملوا بيبيضوا الوجه من دون أي شك هذا المحور تحدثنا فيه بما فيه الكفاية نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود حياكم الله مشاهدي الكرام الفقرة الأخيرة نتحدث معكم فيها حول الجوانب الإنسانية والأخوية التي يقدمها التحالف العربي اليوم كان في هناك 2100 طن من الديزل مقدمة من التحالف العربي أو من المملكة العربية السعودية على وجه التحديد سفينة تحمل 2100 طن من الديزل والوقود بشأن دعم الكهرباء وصلت إلى محافظة المهرة طبعا قبل ذلك كان في دعم وصل إلى كل المحافظات الأخرى بما في ذلك مأرب وعدن وبعض المحافظات الجنوبية
وحتى حضرموت، والنائب رئيس الوزراء الدكتور الخنبشي ذهب إلى حضرموت من أجل تدارس موضوع كيف يمكن استقبال هذه الشحنة ويتم التصرف والتفاهم في توزيعها. هذا الدعم هو للدعم المحطات الكهرباء من أجل أن تعمل هذه المحطات ويكون هناك في استمرارية بالتيار الكهربائي، وهذا حقيقة أوجد التغيير بموضوع المنظومة الكهربائية في بلادنا. وجدنا الكهرباء تشتغل بشكل مستمر في عدن، في حضرموت، في حتى بعض المناطق الريفية، في تحسن من حين وصول هذا الدعم. وبالتالي هذا الدعم جعل المواطن يهدأ قليلا، يشعر أنه في تغيير. يعني هذا الدعم حقيقة ساعد الحكومة على أن تمشي رويدا رويدا في تحسين الوضع الاقتصادي، لأنه الملف الكهرباء هو ملف شائك، ملف متعب، ملف معقد، ولكن الحكومة هي حقيقة مصممة على أنها تبدأ في الملفات التي تعتبرها تحدي، مثلا ملف الاقتصادي، ملف العملة، ملف الأسعار، ملف الأمن، ملف ضبط الأسعار، وكذلك ملف الكهرباء. ورئيس الوزراء منتبه لهذا الملف، وحتى رئيس الجمهورية يعني داخل في هذا الموضوع بكل قوة ويدعم رئيس الوزراء في أن يكون هناك تحسن كبير في موضوع المنظومة الكهربائية في بلادنا. يعني هذا الدعم ليس بغريب على دول التحالف العربي، حقيقة دعم يعني كبير ودعم يشكرون عليه. المهرة تعرضت لعاصفة مدارية لوبان قبل أكثر من شهر، وكان هناك في تدخل للدفاع المدني السعودي ودول التحالف العربي، وكان هناك في رصد، وكان هناك في تواجد للرجال الأخلاء والأطباء، وكانت هناك في إغاثة وفي قاطرات برا وبحرا وجوا إلى محافظة المهرة. والآن الوكيل مختار بن عويض الجعفري يدشن هذه الحملة، ومعه القحطاني، ويستلمون هذه الدفعة. يستفيد تقريبا 10 ملايين شخص يمني من هذا الدعم أو من هذه الشحنات، وهذه الدفعات مثل ما تحدثنا عفوا تخفف من كاهل الأعباء على الشعب اليمني. مركز الملك سلمان لم يقصر، الهلال الأحمر الإماراتي لم يقصر، الكويت إلى جانبكم لم تقصر، كل دول التحالف العربي كانت متواجدة، الأمم المتحدة كانت متواجدة، كثير من الدول العربية كانت متواجدة. حتى موضوع التكافل الداخلي نحن شاهدنا في قافلة من عدن، وقافلة من مأرب، وقافلة حتى من تعز، وقافلة من لاحق، وقافلة من أبين، وقافلة من حضرموت، وقافلة من شبوة، وصلت إلى محافظة المهرة. لكن أن يضع التحالف العربي والحكومة الشرعية نصب أعينهم حل موضوع الكهرباء، هذا نجاح يحسب للتحالف العربي ويحسب لحكومة الدكتور معين عبد الملك سعيد، لأنه موضوع الكهرباء من كان يقدر يقترب من ملف الكهرباء؟ يعني هناك من يتحدث عن لوبي متكامل في كل المحافظات. يعني نحن الآن ما شفنا، يعني شفنا وزير الكهرباء، تم تغيير وزير الكهرباء وترقيته إلى عضو مجلس الشورى، ونتمنى له التوفيق. لكن المشكلة ربما مش في الوزير، المشكلة في ثقافة الفساد اللي موجودة داخل مؤسسة الكهرباء. يعني أنت عندما تشوف مثلا واحد يفتح الزيت حق المواطير الكهرباء وهو لم يستخدم إلا نصف الطاقة ويروح يبيعه، أنت عندما تشوف واحد يفرغ مثلا شحنة من الديزل وجزء من الشحنة يطلع برا، أنت عندما تشوف مواطير كهرباء مولدات أجت إلى داخل البلاد من أجل إنقاذ المنظومة الكهربائية، وعادها من الميناء رايحة إلى المحطة ضاعت سيارة، ضاع ماطور، قطع الأسلاك الكهربائية وسرقتها، الربط العشوائي، في بعض المناطق وجدوا خيشة كيس أو يسمونها في بعض المناطق جونية، هذه حق الرز، حنبوها داخل بطن ماطور الكهرباء. طيب من اللي عارف وكيف وصل وكيف دخل والحراسة وكيف عرف انه هذا المكان اللي بيخرب الماطور؟ يعني شغلة الكهرباء شغلة طويلة. الله يعينك يا رئيس الوزراء ويا وزير الكهرباء الجديد والقديم، والله يعين الدولة على هذه الثقافة، ونتمنى ان يصحى ضمير الناس. يكون معنا عبر الهاتف من محافظة المهرة زميله الاعلامي القدير وضاح الشليلي. مساء الخير استاذ وضاح. استاذ وضاح الشليلي مساء الخير. مساء النور اخي غسان.
اهلا وسهلا فيك، احييك على الجهود التي تبذلها استاذ وضاح الشليلي، واتمنى لك التوفيق واتمنى كل الخير لك ولابناء محافظه المهره. اولا حدثني عن الشحنه، هناك حديث عن شحنه ب 2100 طن من الديزل وصلت الى محافظه المهره. اخي غسان، قبل ان انا اتحدث عن الشحنه المقدمه لابناء المهره ومحافظه المهره، دعني ابدا بما انتهت المهره به من مهرجان هو الاول من نوعه، مهرجان دولي بمعنى الكلمه، مهرجان رياضي احتضن 120 مشاركا ومتدربا من 5 دول عربية ومن 15 محافظة. المهرة في هذا المهرجان أشبه بيمن مصغرة كما وصفها البعض بأنها يمن مصغرة، وجدوا كل المكونات والنسيج الاجتماعي من كل المحافظات موجود. برعاية هناك هذا المهرجان برعاية من؟ المهرجان هو برعاية فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد الرب منصور هادي، وبإشراف ومتابعة وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري، وأيضا بالتنسيق والدعم من قبل محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، وكل أبناء حقيقة كل أبناء المهرة كانوا في هذا المهرجان كخلية لحن. وجدنا الجميع يشتغل في يعمل في هذا المجال ودعموا بشكل كبير إنجاح هذا المهرجان، وحقق نجاح كبير من خلال الحفل الختامي الذي أقيم بهذه المناسبة، والفقرات فقرات الحفل التي تم ترتيبها وتوزيع التكريم والمكرمين وأيضا الفائزين. طيب. أما بالنسبة لتنمية المهرة، هذا ملف بدأ محافظة المهرة بدأ فيه من وقت مبكر، لكن بعد إعصار لبان كانت الجهود مضاعفة من قبل المحافظ وأيضا بتكاتف من أبناء محافظة المهرة بكل أطيافها في معالجة ملف الإعصار الذي دمر الكثير من هذا المحافظة، خاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية، الكهرباء، المياه، الطرق. ايضا وصول رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك واطلاق الدعم المبدئي ب 2 مليار دولار لدعم يعني كمبلغ مقدم لمعالجه اثار الاضرار، اعاده اعمار، اعاده جزء من ما دمر الاعمار، الى ان تنتهي اللجان الذي تم التي تم تكليفها بحصر الاضرار ورفعها بشكل نهائي للحكومة بهدف معالجة ملف الإعصار، إعصار لبنان. طيب. المهريون الحديث عن المنظومة الكهربائية. تخلية نخل. طيب أوكي، الحديث عن المنظومة الكهربائية. لأنه هذا الدعم اللي أجا هو من أجل أن تستمر المنظومة الكهربائية ويكون هناك في كهرباء متواصلة في محافظة المهرة. يعني كيف المنظومة الكهربائية؟ هل هي متقطعة؟ هل ستتغير يعني أداء المنظومة الكهربائية بوصول هذه الشحنة من المشتقات؟ أخي غسان، ملف الكهرباء ملف مهم جدا، ومحافظة المهرة كان من أولويات العمل التي قام بها بعد الإعصار هو معالجة ملف الكهرباء، بحيث عاد التيار الكهربائي بعد يومين من انقطاع الكهرباء بسبب الإعصار، وهذا يعتبر إنجاز كبير بحد ذاته. الكهرباء اليوم نحن في المهرة لم تنقطع دقيقة واحدة، وهذه جهود يشكر عليها المحافظ، وايضا يشكر الاخوه في محافظه حضرموت الذين كانوا هم السند الى جانب المحافظات الاخرى. يعني الكهرباء في المهرة استاذ وضاح الشليلي ما بتنقطع على طول 24 ساعة؟ ملف الكهرباء في المهرة، لا انا اقصد الكهرباء، يعني هل تنقطع منظومة الكهرباء ولا على طول الكهرباء شغال؟ حقيقة وجودي خلال 10 الأيام الماضية لم تشهد انقطاع يوم واحد، بحيث يعني بحكم وجودنا هذه الفترة لتغطية المهرجان. طيب. وهذا الموضوع تقريبا شهدناه أيضا في عندما
كنا هناك بعد الإعصار بيومين، كما تعلم غطينا هناك ما بعد الإعصار، كان الانقطاع عبارة عن ساعتين باليوم. شكرا لك. هذه الأيام، لكن الآن الأيام هذه الأمور في تحسن، ولكن هناك لكن هناك مطالب لابد أن تتحقق في 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 إطار التنمية، ولابد من جهد حكومي لدعم محافظة المحافظة ودعم السلطة المحلية في محافظة حضرموت للخروج بشكل محافظة المهرة قصدك في محافظة المهرة. نعم نعم. أستاذ وضاح الشليلي، شكرا جزيلا لك الأستاذ والإعلامي وضاح الشليلي ومراسل قناة عدن، كنت معنا من محافظة المهرة. يعني أنا لما يقول لك لم تنقطع ولا حتى ساعة ولا حتى دقيقة في محافظة المهرة، أنا لا أقارنها في عدن، لأنه ربما عدن الجو مختلف، وربما نسبة الفاسدين في عدن أكثر من المهرة، وكذلك ربما عدن محافظة أكبر من المهرة، والبشر فيها كثير والاستهلاك فيها كثير. لكن نهنئ محافظة المهرة على النجاحات اللي يحققها المحافظ وإدارة الكهرباء وعلى هذه النعمة، ونسأل الله أن يديم النعمة عليكم، وكذلك نتمنى لكل المحافظات الأخرى التوفيق وأن يكون هناك في خدمات مستقرة. تحدثنا في حلقتنا لهذه الليلة عن ثلاثة محاور. المحور الأول كان عن التغييرات التي أجراها فخامة رئيس الجمهورية بتعيين وزراء ومحافظين ونواب للوزراء، وتحدثنا على التغيير في محافظة شبوة، تحدثنا بلمحة بسيطة عن علي هيثم الغريب الذي أصبح وزيرا للعدل بعد أن عانى هذا الرجل وكان مضطهدا وكان تعرض للقمع وللسجن وللقصر وللقيد وللسحل وللتغييب وللمنع، يعني ما في واحد تعذب زي علي هيثم الغريب من نظام علي عبد الله الصالح، ولكن إنه عدالة التاريخ اليوم علي هيثم الغريب وزيرا للعدل. المحور الثاني تحدثنا عن الانتصارات التي تحققها مقاومة محافظة البيضاء، وحقيقة البيضاء خلال 24 ساعة وهذا أسبوع حققت إنجازات كبيرة وتصدرت وعشمنا، وهذا هو التاريخ يتحدث أن البيضاء لا تقبل الظلم ولا تقبل إلا أن تكون نبراسا ومشعلا من مشاعل الحرية. المحور الثالث كان عن مد يد العون الذي يقدمها التحالف العربي، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية. أنا أريد بعض الناس يفتح يشوف إيش اللي بيحصل. المليار بعد المليار بعد المليار بعد المليار، عد لك مليارات، عد وغلط من التحالف العربي من شان دعم التنمية في اليمن، و500 مليون دولار قادمه، و500 مليون دولار غذاء، و2 مليون دولار مليار دولار للبنك، وبعضهم عاده مش عاجبه، يعني لازم يجيبوا لك الفلوس لجيبك، اكتب خلاص وصل حقك. حتى ما صلوا على رسول الله، لازم بيكون في كلمة حق. التحالف العربي تحمل أعباء البلد من وإلى، جوانب عسكرية، جوانب أمنية، جوانب اقتصادية، جوانب إغاثية، كل حاجة. هذه هي أبرز المحاور. 2100 طن من المشتقات النفطية تصل إلى محافظة المهرة، نتمنى التوفيق لأخواننا في المهرة ونتمنى التوفيق لكل المحافظين. تحدثنا عن تغيير محافظة في شبوة، أجى التغيير نقول في اللحظة الحرجة في وقت المناسب. علي بن راشد الحارثي كفو، شخص له باع طويل في الإدارة، رجل عسكري، مدير عام سقطرى فترة، وكيل أول فترة، لكن زي ما أنا تكلمت على تغييرات اللي سواها المحافظ التركي الذي أوجه له التحية بتغييرات يافا، أحيانا التغيير يكون مطلوب. المحافظ أو المدير العام أو الشخص اللي تم تغييره أحسن واحد في الدنيا، ما فيه مشكلة، بس لازم في تغيير، في تجديد، في طاقات جديدة، في أمور وحوال، يعني شيء ينقال وشيء ما فيش داعي لذكره. هذه أبرز المحاور التي أحببنا أن نتحدث عنها في حلقتنا لهذه الليلة، ودائما نقول بالله ثم بكم ينتصر الوطن. إلى اللقاء.